Ministre, permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour le chaleureux accueil à cette date anniversaire dont vous avez déjà parlé. Geburtstag. لا سيما احنا نحتفل بانشاء العلاقات الدبلوماسيه منذ 240 سنه ونحو اللقاء مع رئيس الحكومه ياتي في اطار هذا الزخم بين بلدينا ونحن نسعد بان هناك العديد من الملفات الثنائيه قد عملت عليها فرقنا خلال فترات طويلة. أريد أن أحيي هنا المغرب بما على ما أنجزه في قطر بمناسبة كأس العالم. نحن نأمل السيد الوزير بأن نستقبلكم في فيينا حيث قضيتم بضعة سنوات كدبلوماسي شاب ولا زلت شابا. إذا ما كنت قد حصلت على معلومات دقيقة فيما يتعلق بالدور الأساسي الذي يلعبه المغرب في المنطقة، السيد المستشار أشار إلى ذلك. النمسا تقر بالدور الأساسي اللي يلعبه المغرب بالنسبة لأسباب السلام في المنطقة، ونحن نحيي دوركم لأجل أسباب الاستقرار في منطقة الساحل وكذا في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون في مجال الهجرة العابرة للحدود. بالنسبة للاستقرار والأمن في الإقليم، نحن ممتنون للموقف المغرب إزاء الاعتداء الروسي ضد أوكرانيا في إطار الأمم المتحدة. وبالنسبة للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، نحن نسعد بالتعاون القوي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، فالمغرب هو أول شريك في إطار شراكة خضراء للاتحاد الأوروبي. التبادل عبر بين مع الدول البحر المتوسط تعاون مهم، والفعل الاتحاد الأوروبي هو المستثمر الأول وبشكل كبير في المغرب على المستوى الثنائي. نلاحظ أن هناك بالفعل إمكانات مهمة بالنسبة للعلاقات التجارية، وحضر مع السيد المستشار الفيدرالي العديد من رجال الأعمال، وذلك يبين اهتمام المغرب لتطوير علاقاتنا الاقتصادية. السيد الوزير، أشرتم إلى أن الهجرة غير المنتظمة موضوع مهم بالنسبة للنمسا، ونعرف منذ سنوات تدفقات مهمة من المهاجرين إلى بلدنا، ونحن نقدر بشكل كبير دعمكم والتعاون معكم في هذا المجال. فقد وقعنا بالحروف الأولى مع السيد المدير العام على اتفاق في هذا المجال، ووزراء الداخلية يلتقيان، وزير الداخلية يلتقيان حول هذا الموضوع. السيد الوزير، أشرتم إلى الإعلان المشترك الذي اعتمده رئيس الحكومتين لتعزيز العلاقات وتوسيع نطاق التعاون بشكل مفيد للبلدين. في إطار الحوار الاستراتيجي الذي أشرتم إليه، كما أني أريد أن أثير انتباهكم إلى نتائج محادثات وزير الداخلية من بلدنا. Permettez-moi de faire une référence aux agréments ou disons plutôt aux to the joint declaration of our two governments, and allow me to continue in English because the UN language in which we negotiated
الإنجليزية، فنحن قد تفاوضنا حول هذا الإعلان باللغة الإنجليزية، فقد أشار السيد الوزير إلى دعم من المبعوث الخاص للأمين العام المتحدة السيد ستيفانو دي مستورا، ودعمنا لجهوده حتى يواصل المسلسل السياسي للوصول إلى حل مقبول عادل ومقبول للطرفين على أساس قرار الأمم المتحدة وعلى أساس ما جاء في إعلان الأمم المتحدة. وقد كما سبق إلى أشار السيد السفير ذلك، فإن النمسا تعتبر اقتراح المغرب كمساهمة جادة وذات مصداقية، وإنها بالفعل تعتبر ذلك الاقتراح يعتبر أساسا يمكن أن يوصل لحل بين الأطراف. نحن نرحب بدعم المغرب بتأييد المغرب أن توصل النمسا دعمها للمينورسو. سيد الوزير مرة أخرى أشكركم باسم الوفد النمساوي، وشكرا على المحادثات التي دارت بيننا. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.